بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا في جافا في الكلاسات والأوبجكت، لأن هي أساس لغة جافا، في تفاصيل جدا كثيرة، تمام؟ لكن أنا حبيت أبدأ بالبسيط إلى أن أوصل للجزء الصعب. الآن أنا غطيت معظم المفاهيم السهلة عن الكلاس والأوبجكت، عشان كذا حنغلق الجزء اللي يخص المحتوى الداخلي، وهي بقية الشفرات يعني زي اف وايل وفور والكلام هذا. بعد كذا، بعد ما يكون عندنا معلومات كويسة عن هذا الموضوع، نبدأ كمان نتوسع، نخش في موضوع الوراثة، ونخش في موضوع نفهم ايش يعني بابليك وبروتكتد، ونفهم ايش يعني ستاتيك، ونفهم الكونستانت، ونفهم اشياء جدا كثيرة. عشان كذا خليك معايا في المثال اللي هشرحه الان. طبعا احنا قلنا هذا الكلاس، جميل، وخلاص انت عندك تصور عن الان ايش يعني كلاس، وعندك هنا اللي هو المتغيرات، وعندنا هنا الدوال. لاحظ الدوال، طبعا فيه بالنسبة لمفهوم الكائنات والكلاسات في تفاصيل جدا كثيرة، لكن الان المفهوم البسيط موجود عندك. احنا الان حيكون تركيزنا على ايش في الجزئية التالية، يعني حيكون تركيزنا على ما بداخل الدوال، يعني ايش الشفرات اللي تكتب هنا، ايش الاشياء اللي تكتب هنا، لانه احنا نعرف انه هنا متغيرات، يعني ما في شيء جديد، وهنا بلوكات. خلاص عرفنا بس الطباعه، لكن هل بس الطباعه اللي موجود في اللغه؟ لا، موجود اشياء كثيره. اللي حيصير اننا حنركز على ما بداخل البلوك، يعني ناخذ هذا البلوك مثال، هذا البلوك موجود هنا، نكبره، ايش الشفرات اللي تكتب هنا، جميل. فحنفهم معظم الشفرات اللي موجودة في لغة جافا على أساس نقدر نطبق برمجيات معقدة أو صعبة. بعد ما نفهم هذه الجزئية اللي موجودة هنا ونعرف نكتب، يصير شكل الكلاس عندنا بالشكل هذا، المتغيرات هنا، البلوكات بالشكل هذا، البلوكات موجودة عندنا بالشكل هذا، الأكواد المعقدة خلاص يكون عندك خلفية مسبقة عنها، تكتبها هنا. لاحظ الآن شكل الكلاس، صار شكل الكلاس بالطريقة هذه. صار أنت عندك مفهوم عن الأكواد، عن المتغيرات، عن الميثود، عن محتويات كل ميثود، عن طريقة استخدام الكلاس والأوبجكت. بعدها يجي التوسع في مفهوم الوراثة، كيف نستخدم البروتكتد، البابليك، البرايفت، أشياء جدا كثيرة. عشان كذا احنا حنركز من الجزئية أو من الدرس اللي بعد هذا الدرس على الكنترول استركشر بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.